يا زول هوي، اول حاجه نحن ما وهابيه، ولا انا اقول لك ولا كمان ولا انا تابعين لاي جماعه. نحن بنعرف عقيده اصيله قاعده في الكتاب والسنه، بس ده موضوعنا. عقيده يا اخي تربوا على صحابه وائمه المسلمين، الائمه الاربعه وقبالهم التابعين وائمه الاسلام، دي عقيدتنا، ادانا ندعو ليها. ليه؟ لانه يا اخواننا الكتل والمجموعات هي اللي فرقت المسلمين، هي سبب في التفرقه، لانه اي مجموعه تلموا براهم سووا لهم رئيس، ها يقول يسمعوا كلام ويخلوا الحديث، يسمعوا كلام ويخلوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، خلوا الايات، خلوا كلام السلف العظماء الكبار. عشان كده انت خليك مسلم حر، مسلم حر من اي شيء. عقيدتي يقول لهم باخذها من الكتاب والسنه، لو جو قال لك ما بتنده الفقراء ليه؟ اروح امشي معانا الزياره، قول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالت فاسال الله. ما عندي كلام مع وهابيه ولا عندي شغله بوهابيه، ها؟ انا اقول لهم عقيدتي وين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. حديث وايات من القران، ربنا سبحانه وتعالى ها؟ قالوا فلا تدعوا مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. ده قران. هسه انا اجي اقول لهم تاني دي شغله بتاعت وهابيه؟ ما عندنا اي علاقه بوهابيه لا بغير من الجماعات كلها. كل الجماعات. هي فرقت المسلمين يا اخي. الان المسلمين يتناحروا ويتشاكلوا ويتشاجروا ويتلاعنوا من اجل ماذا؟ من اجل جماعات سواء رجال، اي راجل لما لو شل معاه او تبقوا اتباعيه وسميت لكم جماعه الفلان الفلاني، كويس؟ وخلاص نحن دي قواعدنا، قواعدك بتاع شنو؟ شنو انت جبت لنا شيء جديد؟ الدين معروف اللي بيجمع الامه يا اخواننا الناس ترجع للكتاب والسنه. ترجع للكتاب والسنه. ترجع للفقه الصحيح، الفقه اللي ما فيه تحيز. يعني شيخي قال كده انا معاه. واحد مما تسال يقول تقول له اختلفوا الناس، يقول لك شيخ فلان بوين؟ واقف بيجا ولا بيجاي؟ اوعى ترتبط بزول. اعرف المعلومه دي، ما ترتبط بزول. ولا حتى اخواننا مثلا قد يكون سمع لي محاضره انا ولا لشيخ مزمل ولا شيخ شهاب، كويس؟ اول ما يسالوه من حاجه يقول لها شيخ مزمل قال شنو؟ شوف ما تربط الحق بزول. ولا بمزمل ولا بآداب ولا بغيره. ما تربط الحق بزول. الحق الكتاب والسنة. لأنه هل الآن مزمل مضمون إنه حيموت على كده؟ تضمن؟ منو اللي بيضمن الآن؟ ما بضمن، أنا بضمن نفسي؟ ما بضمن، عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنًا فليستن بمن قد مات. صحابة الزمان ناس المرضيين فليستن بمن قد مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. يعني الليلة تتربط بينا وفلان وشيخ آداب قال وشيخ شهاب قال وما تعرف منه، بكرة دي أنا قد يحصل لي ما يحصل، قد يحصل لي ما يحصل وفارق الطريق السليم، أنت حتمشي معاي ولا حترجع؟ ما تربط رقبتك بزول. أنت قول لهم لو جاء زول قال لك شيخ فلان وشيخ فلان اختلفوا، قول له ده حجة شنو وده حجة شنو؟ نحن مع الدليل، ده النظام كده، نحن مع الدليل بس من الكتاب والسنة. ابن عباس رضي الله عنه، ده أنا أختم بها كلامي، أظن الشيخ مزمل جاموس، أيوة أنا ما شايف، تمام. أنا أختم كلامي يا أخواننا، شوفوا المثل ده ابن عباس ضربوه وده فيه لنا نحن في قلوبنا دي كسر لباب التحزب، عشان ما يتحزب لزول. الصحابة اختلفوا في مسألة القران وحج التمتع، نوعين من انواع الحج، معروف انواع الحج عندكم القران والتمتع، اختلفوا. فابن عباس اداهم الدليل، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا 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 في حج التمتع، يعني تمتعوا بالحج. فقاموا ذلك قالوا له شنو؟ قالوا ابو بكر وعمر قالوا كذا وكذا. يعني خدتوا كلام ابو بكر وعمر، لاحظ ديل ما ناس عاديين، ديل اعظم الاولياء في الامه دي، اعظم اثنين ابو بكر وعمر رضي الله عنهما بيجاي ها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيجاي. تعرف ابن عباس قال شنو؟ قال لهم يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. قال انا خايف تنزل عليكم حجاره من السماء هسه تهلككم. اقول قال رسول الله، تقولون قال ابو بكر وعمر؟ بالله شوف النظافه دي كيف؟ دي عقيده، منهج نظيف، منهج نظيف. انت عشان كده اوعى تقول لي ها وفلان قال شنو
وفلان ده قال شنو؟ لا لا لا، قول لهم وين الحجه؟ ما تتعصب لزول شيخك قال كده. ايوه اخوانا والله انا شيخي ما معصوم، مش ده شيخك، هاي ما معصوم. قال شنو؟ قال كده. كلامه ده صح ولا غلط؟ والحجه مع منو؟ الخالف منو؟ خالف فلان. وين الدليل؟ كتاب السنه. ربنا قال قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. وين الدليل مع منو؟ نحن مع الدليل بس، لانه يا زول انت بتموت بعدين، ترقد في القبر في شيخ فلان بيكون راقد جنبك، يكون معاك. عشان كده في ناس يا اخواننا الان باللخبطه وبالحزبيات ده يرجعوا لنا السلفيه النقيه الصافيه، ده يرجعوها زي الشغل بتاع الصوفيه تاني تاني. نحن نرجع لأن شيخي فلان وتتكلم في شيخي ما بخليك. ما رجعنا صوفيه، رجعنا صوفيه تاني. نحن ما في كلام زي ده. نحن لا بنعرف فلان، لا بنعرف علان. علماء الامه كلهم على العين والراس، كل علماء الامه المعظمين من السلف الاوائل، صحابه والتابعين والائمه الاربعه، وانت ماشي ليه شيخ الاستاذ ابن تيميه وابن القيم وتلاميذهم كلهم على العين والراس. علمائنا المعاصرين كلهم على العين والراس، ابن باز والعسيمين والالباني وتلاميذهم كلهم، والفوزان وربيع وكلهم، ربنا يحفظ الحيين ويرحم الميتين، كل العلماء على العين والراس. لكن احنا ما تبع لواحد منهم، انتبه للمعلومه دي، ما تبع لواحد منهم. مهما عظمت مكانتهم يؤخذ من قولهم ويرد، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا منه، إلا صاحب القبر اللي هو منه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أشكركم في آخر الكلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لأخينا الشفيع ولكل اللي تزوجوا. أنا عارف الحلة هنا ما شاء الله فيها كمية، إن شاء الله ربنا يبارك لهم كلهم ويجعلوا زواج على الكتاب والسنة وزواج مبرور، ويملأ بيتهم بالخير والرخاء والنعمة. أقدم الشيخ إن شاء الله مزمل في وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.